بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من السلسلة التوعوية التربوية الخاصة بالجانب النفسي لمرضى التصلب اللويحي. سبق وحكينا في الفيديو الأول على الموضوع الخاص بالإعلان عن التشخيص والمعاش النفسي للمريض في تلك اللحظة أو الصدمة التي يتعرض عليها من خلال الإعلان عن تشخيص المرض المزمن. تحدثنا كذلك على العلاقة طبيب مريض والدور الفعال الذي يقوم به الطبيب كمرحلة أولى. أما اليوم إن شاء الله راح نحاول نحكيه على ما يأتي ما بعد الإعلان عن التشخيص في محورين أساسيين، ألا وهما أولا المحور الأول الذي يتعلق بالمراحل التي تأتي ما بعد التشخيص اللي هي 4 مراحل أساسية، ومن بعد راح نحكي إن شاء الله على الاضطرابات النفسية الناتجة عن ظهور المرض، يعني تخوم بسيكولوجيك رياكسيونيل دو على او ديبيستاج دو لا مالادي. إذا كما قلنا المراحل هذه اللي تجي بعد الإعلان عن التشخيص هي مراحل يمر عليها كل مريض أصيب بالمرض المزمن. أول مرحلة هي مرحلة الإنكار، على سميناها بمرحلة الإنكار هي لأنها هي مرحلة يستعمل فيها المريض الإنكار كميكانيزم دو ديفونس، ميكانيزم دفاعي نفسي من أجل المحافظة على التوازن النفسي، لأنه في تلك اللحظة هو في مازال تحت الصدمة وفي نوع من الذهول والشهود، ليست له سوى هذا لا رياكسيون هذه يوظفها من اجل الدفاع ومن اجل مواجهه هذه الحاله الضاغطه. اذا كما قلنا لم يهيئ لهذه الحاله هذه ولا لهذا الصدمه هذه، ليست له الكفاءات ولا القدرات ولا المصادر الكافيه من اجل مواجهه هذه الصدمه. إذا يقوم بسلوكات مختلفة من بينها الهروب والتجنب، تجنب أخذ الدواء ولا متابعة العلاج برنامج العلاجي، التصرف بنوع من العنف في المعاملات، التشكيك في بعض الأحيان في كفاءة الطبيب والمستشفى وإيتو التذمر، التصرف بسلوك عنيف نوعا ما مع الناس اللي قرابيه لي بروش دو لوي سوا في المجال المهني ولا العائلي الاجتماعي. هذا فيما يخص الإنكار. ثاني شيء وهو المرحلة الثانية وهي التي تتعلق بالمقاومة، مرحلة المقاومة أو الستاد دو ريزيستونس، على سميناها بلا ريزيستونس أو المقاومة، لأنه كذلك المريض دائما في هو يستعمل وسائل دفاعية، الوسيلة هذه تبقى دائما في تقريبا في نفس كما نقول مبدأ تاع الإنكار، وإنما كاين تغيير طفيف حيث هنا يدير أن با يدير خطوة في العلاج، ولكن يكون غير منضبط، يعني غير منتظم باغ اكزومبل ما ياخذش الدواء تاعو في الوقت نتاعو، ما يحافظش مثلا على الحميه الغذائيه اللي قادر يعطيها للطبيب، ما يتبعش البرنامج العلاجي تاعو، يتجنب كما نقولوا حنا ما يحافظش على البرنامج تاع الفحوصات الطبيه نتاعو الى غير ذلك. لا ريزيستونس هي ثاني لا اكسبت با لو شونجمون، لا يقبل التغيير هذا الذي يطرا عليه، هذا الشونجمون ديدونتيتي، هذا تغيير الهويه من ذلك الشخص الذي كان يتمتع بالصحه الجيده الى ذلك الشخص الذي اصبح الان يحمل صفه المريض، الوغ يبقى دائما محافظ على السلوكات الصحيه السيئه ربما اللي كان يوظفها من قبل، مثلا يدير ارهاق كبير، يبقى دائما في الارهاق ويرهق جسده بطريقه يولي كما نقولوا حنا الجسد في هذه الحاله لا يتحملها. ممكن كذلك بعض السلوكات الصحية السيئة كمثلا التدخين إلى غير ذلك. كما قلنا هذه المرحلة هذه أوسي ميكانيزم بوغ مانتونيغ أن سارتان إيكيليبر بسيشيك. المرحلة الثالثة وهي مرحلة لاكسبتاسيون التقبل، هي مرحلة هنا وين يستوعب فيها المريض أنه لا مفر من كما نقولوا حنا من الهروب ولا التجنب، ولا يستوعب فيها الحقيقه بانه الان اصبح انسان لم يصبح كما ذي قبل، كاين بعض الامور التي تتعدى قدرته الجسديه والنفسيه كذلك. في هذه المرحله هذه يصبح المريض يبدا يفتش على دي غوسوس انتيريور، مصادر داخليه وكذلك خارجيه، كي نقولوا خارجيه والبحث عن السند الاجتماعي على برا، هذا من اجل كما نقولوا حنايا
مقاومة المرض بطريقة يعني إيجابية. يبدأ كذلك يتابع العلاج نتاعو بشكل منتظم، يبحث على كل ما هو كما نقول يضمن له نوعية الحياة، اون بون كاليتي دو في، سواء من خلال الحمية الغذائية أو ممارسة مثلا الرياضة. يحاول أنه كما نقولوا حنايا يحافظ على الصحة تاعو قدر المستطاع، وهي مرحلة أساسية، وهي تهيئة سو بريباراسيون للدخول وإلى الوصول إلى المرحلة الأخيرة، ألا وهي مرحلة التكيف مع المرض اللي هي لو ستاد دو لادابتاسيون، واللي هي المرحلة الأخيرة. هذه المرحلة كي يوصل لها المريض معناها باللي خلاص راه خرج من منطقة الخطر، إلى ديباسي لا زون دو كما نقولوا حنايا لا زون روج، كي يتكيف خلاص مع المرض معناها باللي اصبح يمشي هو والمرض سوا سوا هكا مع بعضهم دون لو ميم نيفو، وين يولي بالمرض هذاك يقدر كما نقولوا حنايا يمارس حياته المهنيه والاجتماعيه والدراسيه بشكل عادي، وذلك ولكن بالمحافظه دائما على اون بون كاليتي دو في. معناها حاب نقول ممكن هذا المرض هذا في بعض الاحيان مهما كانت سلبيته، ولكن قد تخرج من الانسان ذاته بعد طاقه لم يكن يعرفها من قبل، اكتشفها غير في هذه الصدمه هذه. كما يقولوا في بعض الاحيان كما يقولوا المثل مصائب قوم عند قوم فوائده، كما قلنا يكتشف عنده بعض القدرات اللي ما كانش يعرفها من قبل، ديكلونشاتها سي لا مالادي كي ديكلونش هاد الكاباسيتي هادو الكاملين فيه الداخل. بون هذه المراحل اللي نقدروا نهضروا عليها اليوم اللي تتعلق بالمراحل التي تاتي بعد الاعلان عن التشخيص. حبينا نقولوا برك باللي هذه المراحل هذه هي كما نقولوا حنايا ليست ثابته، يعني يقدر الانسان يلحق المرحله قبل الوصول الى مرحله التكييف، قادر تكون عنده دي روشي، تكون عنده نكوسات من مثلا مرحله التقبل الى مرحله لا ريزيستانس. باغ اكزومبل يكون لو كان ما تكونش هناك مرافقه ومتابعه نفسيه، ولا ما تكونش مساعده من طرف العائله، ولا يعني ثاني عندها علاقه كما نقولوا حنا بشخصيه الانسان وبعض الامور الاجتماعيه والنفسيه والايتو، قادر تكون عنده كما نقولوا دي روشيت للمراحل الاولى. وثاني حبينا نقولوا باللي حبينا نقولوا كذلك انه هذه المراحل هذه مش لازم يمر عليها كل مريض. كاين بعض المرضى اللي مثلا يبقى فيكسي في مرحله الانكار ولا ريزيستانس، باغ اكزومبل مرحله يبقى فيكسي في مرحله لا ريزيستانس، يبقى عنده 10 سنين من اكتشاف المرض تاعو ولكن لا يتقبله، يبقى دائما في مرحله عدم التقبل، ما يحافظش على صحته، يستمر دائما في السلوكات الصحيه السيئه، ما يحترمش كما نقولوا حنايا لا بريز دو ميديكامون تاعو، ما يحترمش الحميه الغذائيه تاعو. وكاين الناس يعني اللي ما يحتاجوش باش يمروا على مرحله الانكار ولا لا ريزيستونس، يدخل مباشره في مرحله التقبل الى ادابتاسيون ابري. هذا واش نقدروا نقولوا على المراحل هذه اليوم. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، راح نحكي فيه باذن الله على الاضطرابات التي تصاحب ظهور المرض، الاضطرابات النفسيه تكون رياكسيون اللي تصاحبوا ظهور المرض. الى ذلك الحين نشكركم والى اللقاء.